السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي ورجعنا لكم فيديو جديد بنكمل فيه حل وشرح أسئلة الكتاب الامتحان نسخة عشرين اتنين وعشرين الحلقة رقم خمسة في الامتحانات الشاملة والحلقة رقم واحد وأربعين في الكتاب كامل هنحل فيها من صفحة ميتين أربعة وأربعين حتى صفحة ميتين سبعة وأربعين السؤال رقم واحد في الامتحان بيقول لي تعتبر البيضة مثالا ليه? طبعا البيضة بتبقى نظام مغلق اللي هو الاختيار أ. ليه؟ لأنها بتتبادل طاقة ولا تتبادل مادة. طيب السؤال رقم اتنين لماذا يستخدم الماء كمادة مبردة لمحركات السيارات؟ هل بسبب ارتفاع حرارته النوعية؟ يبقى الاختيار باء. السؤال رقم تلاتة بيقول لي هنا أي من الأزواج الذرات التالية أو العناصر التالية تحتوي أنوياتها على نفس العدد من النيترونات؟ يبقى حضرتك هتطرح ستة من اتناشر ستة خمسة من اتناشر سبعة مش متساويين واحد من اتنين واحد،, واحد من واحد صفر سبعة من عشر ستة ستة من اتناشر ستة يبقى الاختيار بتاعنا هيكون سي سبعة من اربعتاشر سبعة ستة من اربعتاشر تمانية يبقى مش متساويين يبقى برضو الاختيار زي ما قلنا هيكون سي السؤال رقم اربعة بيقول لي ايه بيقول لي هنا اي مما ياتي يمثل عدد الكواركات في نظير الديوتيريوم الديوتيريوم H1 1 2 فيه نيترون وبروتون. طيب البروتون تركيبه U U دي والنيترون دي D U. طيب عدد الكواركات العلوية ده واحد اتنين تلاتة وعدد الكواركات السفلية زيهم واحد اتنين تلاتة يبقى تلاتة وتلاتة يبقى الاختيار أ. السؤال رقم خمسة بيقول: أيا مما يأتي يكون عدد النيوكليونات فيه أربعة. عدد جسيمات أربعة يبقى دقيقة ألفا إتش إي اتنين أربعة عدد النيوكلونات بتاعها أربعة بالاختيار ألف دقيقة بيتا ديت مش نيوكلون لأنها إلكترون نواة أشعة جاما عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية ليس لها كتلة وليس لها شحنة مفيش فيها نيوكلونات البوزوترون برضو عبارة عن إلكترون نواة موجب الشحنة يبقى مفيش فيه نيوكلونات لأن النيوكلونات بتطلق على مين؟ البروتونات والنيترونات السؤال رقم ستة بيقول من مخطط الطاقة المقابل ما قيمة التغير في المحتوى الحراري للتفاعل السي زائد الدي عامل لي دول متفاعلات بيعطي الاي زائد الدي يبقى دول متفاعلات ودول نواتج خلاص كده دلتا اتش بتساوي اتش نواتج ناقص اتش متفاعلات خلي بالك السي والد أهم دول هما المتفاعلات ودي نواتج، هو عاوز كده خلاص طيب شوف النواتج وشوف المتفاعلات، إحنا قلنا دلتا اتش بتساوي نواتج ناقص إيه؟ متفاعلات، النواتج بتاعتنا مية وخمسين أهم ناقص المتفاعلات كام؟ دول مية وخمسين دول مية يبقى ما بين الخمسين والمية يبقى كام؟ خمسة وسبعين يبقى مية وخمسين ناقص خمسة وسبعين. هيساوي 75 بإشارة موجبة، لأن النواتج فوق المتفاعلات فعلا يبقى الاختيار بتاعنا هيكون سي. السؤال رقم سبعة بيقول لي مين التفاعلات المقابلة؟ جايب لي تفاعلين عاوز دلتا اتش للتالت، زي ما اتفقنا في الامتحانات اللي فاتت كلها، قانون هيس بنحله بطريقة سهلة جدا، بنقارن المتفاعلات بالمتفاعلات والنواتج في المعادلات التلاتة، أنا عندي هنا الإس في المعادلة الأصلية. اللي انا عاوز احسب لها دلتا اتش موجوده فين في المتفاعلات موجوده في المتفاعلات الاولى خلاص يبقى الاولى تفضل زي ما هي هتفضل زي ما هي اس زائد واحد ونص او 2 بيعطي اس او سي ودلتا اتش تفضل زي ما هي سالب تلتمية خمسة وتسعين كيلو جول لكل مول طيب المعادلة التانية ادى الاكسجين موجود فين موجود في المعادلة التانية موجود في المعادلة التانية فين بالظبط؟ موجود في المتفاعلات وهنا موجود في المتفاعلات بس هنا O2 وهنا إيه؟ وهنا نص أه يبقى هضرب المعادلة التانية دي في كام؟ في اتنين لما أضرب المعادلة التانية في اتنين هتبقى 2 إس O2 زائد زائد كام؟ زائد النص في اتنين هيبقى واحد او 2 هيعطي اتنين اس او ودلتا اتش بتساوي دلتا اتش هتساوي كام؟ هتساوي سالب تمانية وتسعين تعال نجمع ونشوف الناتج لو جمعنا ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي الاس أوتو تو مفيش حاجة هتضيع في المعادلة دي كلها هيبقى الاس ادا اس وهنا واحد ونص ونص هيبقى اتنين او ويبقى وهيبقى هنا كده اتنين اس او يبقى كده المعادلة دي مش نافعة الطريقة دي مش نافعة يبقى تعالى نبص كده على المعادلة بتاعتنا تاني ونبص هنا ليه الاو الاس او وهنا بقى في نقطة مهمة عاوزك تركز فيه الاكسجين متكرر في المعادلتين فماليش دعوه بيه هسيبه وهاجي اعمل شغل على المعادله الثانيه بطريقه مختلفه الاس او 2 هنا كان فين في النواتج وهنا فين في المتفاعلات يبقى انا هعكس المعادله ديت عشان يبقى الاس او 2 في النواتج يبقى احنا هنشيل دي خالص عشان احنا جربنا مانيفعتش هتبدا تعمل ايه بقى هتقول لي بعكس اشاره المعادله الثانيه وعكس اتجاه التفاعل فيبقى اس او 2 اللي هو اس او 3 عفوا هيبقى في المتفاعلات هيعطي لنا اس او 2 زائد نص او تو ودلتا اتش بتاع التفاعل ده هتبقى معكوسة هتبقى بموجب تمانية وتسعين تعالى بقى نجمع كده ونشوف المعادلة هتروح معانا لفين الاس اس موجود في المتفاعلات وموجود في النواتج هيروحوا مع بعض كمل بقى ادا اس مفيش حاجة شبهه هينزل اس واحد ونص او تو هنشيل منهم نص الناحية التانية يتبقى هنا او تو والاس او تو اهيت ودلتا اتش بتبقى مجموع الاتنين اللي هو تمانية وتسعين بالموجب زائد سالب تلتمية خمسة وتسعين فكرة المسألة جميلة والغلطة بتتصلح تاني صار رقم تمانية بيقول لي ان وام ام ال ثلاث عناصر اعدادها الكتلية 235، 238، 239 على الترتيب. فإذا علمت أن ذرة العنصر L بها 92 إلكترون، لوعدد هالذرة. وذرة العنصر M بها 92 بروتون، يبقى عدد هالذرة برضو 92 والاثنين دول نظائر وذرة العنصر N بها 145 نيترون، هذا 145 نيترون، وعدد الكتلة 239 هترحهم من بعض يطلع الذرة 94. يبقى الاثنين دول نظائر وده مش نظير معاهم فبيقول لي ما النظائر من بين هذه الذرات هيبقى ام و فقط اللي هما الاثنين الاولانيين السؤال رقم تسعة. بيقول لي خامس اكسيد خامس كلوريد الفوسفور اللي هو بي سي ال 5 بالحراره الى غاز ثالث كلوريد الفوسفور بي سي ال 3 زائد الكلور سي ال 2 ما مقدار التغير في المحتوى الحراري لهذا التفاعل بص يا باشا هنيجي نقول له المعادله بتاعتنا نكتبها كده بي سي ال 5 ذره كلور خمسه ذرات كلور حوالين ذره الفوسفور بالشكل ده كده هتنحل وتعطي بي سي ال 3 ثلاث ذرات كلور بالشكل ده كده زائد سي ال 2 هتكون كده طيب هنا هنيجي نقول له دلتا اتش بتساوي مجموع الجبر لطاقات الرابط. في ناس بتحل المساله ديت بطريقه رائعه بيقولوا ايه بيقول انا عندي هنا تلات روابط وهنا تلات روابط هما هنشيل قصادهم تلاتة. هيتبقى عندي البي سي ال منهم كام اتنين تو بي سي ال في المتفاعلات والرابطه ديت هتبقى فين في النواتج هتبقى اشارتها بالايه بالسالب ويعوض ادى اتنين في قيمة الرابطة بي سي ال طبعا احنا اختصرنا تلاتة مع تلاتة اتبقى اتنين في المتفاعلات المتفاعلات بتبقى اشارتها بالموجب لان بيحصل فيها كسر البي سي ال بكام تلتمية وتلاتين اشارة موجبة زائد السي سي ال فيها رابطة واحدة هيبقى المقدار بتاعها كام ميتين واربعين بس بالسالب ميتين واربعين الناتج بتاعك هيكون ميتين واربعين اربعمية وعشرين كيلو جول لكل مول ده هتطلع ستمية وستين ناقص ميتين واربعين هتطلع معاك ربعمية وعشرين بالشكل ده كده بإشارة موجبة طبعا انت ممكن تشتغل على ان دول خمسة ودول تلاتة. ودي رابطة وتعوض بنفس الطريقة بس انا اختصرت والاختصار اسهل السؤال رقم عشرة بيقول لي يتفاعل غاز النيتروجين مع غاز الاكسجين تبعا للمعادله دي ما مقدار التغير في الانثالبي عند خلط 2 مول من النيتروجين مع 2 مول من الاكسجين طبعا يا جماعه الخير لو انا خلطت 2 مول من الاكسجين مع 2 مول من النيتروجين الاتنين مول اكسجين محتاجين 1 مول واقول له هنا يتبقى 1 مول من النيتروجين دون تفاعل لانه زائد ها في المعادله واحد بيتفاعل مع اتنين طب انا جبت اتنين مع اتنين برضو واحد يتفاعل مع اتنين والتاني مش هيتفاعل اللي هي الماده المحدده ليه? للتفاعل فتبقى قيمه دلتا اتش ثابته السؤال ده هو من روائع الامتحانات تبقى دلتا اتش ايه ثابته هي كانت كام موجب سته وستين تفضل موجب سته وستين دول اختيار الاختيار سي رقم رقم بيقول لي لنواه نظير التكتينيوم تي سي تلاته واربعين تسعه وتسعين يصدر عنها دقيقه بيتا ونيترون متحوله الى نواه نظير الريتينيوم عبر عن التفاعل بمعادله نوويه موزونه نقول اداه تي سي كان تلاته واربعين تسعه وتسعين اتحول الى الاريو زائد دقيقه بيتا اللي هي سالب واحد صفر فوق زائد نيترون صفر واحد فوق هنا دوم من سالب واحد يبقى العدد الذري هيزيد بمقدار واحد بدل ما كان تلاتة واربعين يبقى اربعة واربعين عشان اربعة واربعين ناقص واحد يطلعوا بكام؟ ثلاثة واربعين دوم من هيبقوا واحد هنشيلهم من تسعة وتسعين يبقى ده تمانية وكام وتسعين نروح للسؤال رقم اتناشر بيقول لي الشكل التالي الذي يعبر عن تفسير حرارة ذوبان ملح نترات الامونيوم في ماء سائل طبعا دي الميه اللون ازرق دي طيب الماء ده هو يبقى دلتا اتش واحد بتعبر عن ايه فاصل جزيئات مذيب وده هو يبقى فاصل جزيئات مذاب وده هو ارتباط مذيب بمذاب اللي هي بيسموها طاقه إماها. فبيقول لي هنا ما الذي يعبر عنه ايه وبي قلنا فصل مذيب فصل مذاب فصل مذيب فصل مذاب طيب أيهما أكبر؟ طبعا نترات الأمونيوم ذوبان ماص للطاقة لأن كان بيحصل انخفاض في درجة الحرارة فطالما ماص يبقى الممتص أكبر من المنطلق الممتص. اكبر من المنطلق يبقى دلتا اتش واحد زائد دلتا اتش اتنين اكبر من دلتا اتش ايه تلاتة يبقى هنا كده هنقوله دلتا اتش واحد زائد دلتا اتش اتنين اكبر من دلتا اتش ايه تلاتة لانه ذوبان موص للحرارة سؤال رقم 13 بيقول الجدول للمقابل بيوضح فترات عمر الناس في الاربع نظائر لعناصر مختلفة حدد اي من نظائر العناصر يكون اكثر استقرارا هنقول النظير الاكثر استقرارا اكبر فترة عمر نصف مين الاكبر فترة عمر نصف في عندك سبعة وستة من عشرة سنة في اربعة تلاف سنة في ستة الاف سنة في تلاتة واتنين من عشرة في عشرة اس خمستاشر يبقى نظير نمو دي السؤال رقم اربعتاشر بيقول لي ايه في السؤال رقم 14 بيقول لي رتب المركبات الاتيه تصاعديا حسب ثباتها الايه الحراري طيب مين المركب الاثبت حراريا المركب الاثبت حراريا هو المركب الذي المركب الاثبت حراري هو المركب الذي له حراره تكون اقل اقل حراره تكون في دول اللي هم كام انت عندك سالب 3000 او سالب 34 سالب 3440 وسالب سبعمائة وسالب ألف ومتين يبقى ده الأقل يبقى ده الأثبت يبقى من الأثبت الأثبت كبريتات الإيه كبريتات الألمونيوم طب هو عاوز نرتبهم طيب مين الأقل ثبات ده هيبقى الأقل ثبات طيب نبدأ بقى بالأقل ثبات لأنه عاوز ترتيب تصاعدي يبقى من الأقل للإيه للأعلى الأقل هيكون الـ AL CL3 أقل من الال AL OH by 3 أقل من الال AL2 SO4 باي 3 السؤال رقم خمستاشر بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي الشكل المقابل بيمثل مقطع من مفاعل نووي انشطار اكمل المعادلة الآتية التي توضح الانشطار النووي الحادث لمادة الوقود النووي انت عندك هنا ده أربعة وخمسين هتشيلهم من اتنين وتسعين هيتبقى تمانية وتلاتين طيب دهم ده تسعين وهنا ميتين ستة وتلاتين فهيبقى عندك ده مية أربعة وأربعين لأن هيخرج نيترونين هيبقى هنا كده تو نيترو طيب افرض أنا عاوز أكتبهم تلاتة يا مستر لو أنا كتبت تلاتة نيترون يبقى نقص واحد من هنا عادي ممكن تكتب ثلاثة نيترون وتحط هنا كام؟ ميتين تلاتة واربعين، مية تلاتة واربعين. اللي بعده بيقول لي ماذا يحدث لعدد النيترونات عند رفع القضبان؟ لما بنرفع القضبان يزداد عدد النيترونات، ليه؟ لأن النيترونات بتمتص داخل قضبان التحكم، فلما نشيل القضبان عددها يزيد داخل الإيه؟ المفاعل. السؤال رقم ستاشر بيقول لي احسب طاقة الترابط النووي الكلينيكلوه. في نواة ذرة البريل بوحدة الجو علما بأن كتلتها الفعلية كتلة الفعلية هي بوحدة الكيلو جرام وكتلة كل من البروتون والنيترون قلنا كتلة البروتون والنيترون على الترتيب هقول له والله طاقة الترابط النووي اهي هو عاوزها لكل نيوكلو بتساوي طاقة الترابط النووي الكلية على ال اللي هو العدد الكتل طيب طاقة الترابط النووي الكلية دي بتساوي ايه؟ ده اهي بتساوي الزد في الام بي زائد الان اللي هو عدد النيترونات في الام ان ناقص كتلة فعلية في هنا بقى اعطينا بالكيلو جرام مش هنقوله في تسعمية واحد هقوله في مربع سرعة الضوء اللي هي تسعة في عشرة أس كام ستاشر طيب هنا تخلي بالك معايا نعوض الزد بتاعتنا اللي هو العدد الذري بكام باربعة في كتلة البروتون الواحد بكام كتلة البروتون اهي كتلة البروتون جاية الاول واحد علامة سبعة ستة ستة سبعة تلاتة في عشرة أس سالب سبعة وعشرين زائد عدد النيترونات هيبقى برضو أربعة في كتلة النيترون واحد ستة سبعة خمسة في القوس ده كده الكتلة الفعلية، الكتلة النظرية ناقص الكتلة الفعلية اللي هي واحد علامة تلاتة اتنين تسعة في عشرة أس سالب ستة وعشرين، أهي كل ده هون فيه مربع سرعة الضوء اللي هو تسعة في عشرة أس كام؟ ستاشر مقسومة على إيه اللي هو العدد الإيه؟ الكتلي اللي هو يبقى كام؟ تمانية، تخلص ده كله بالآلة الحاسبة يطلع معاك الناتج. واكتب القانون واشتغل خطوتين بدل الحل الكتير اللي هو عامله في الكتاب. السؤال رقم 17 اخر سؤال في حلقه اليوم بيقول ايه؟ بيقول عند تسخين 50 جرام من النحاس حرارته النوعيه ارتفعت درجه الحراره بمقدار 10 ما مقدار الارتفاع في درجة حرارة عشرة جرام من الماء عند إمدادها بنفس القدر من كمية الطاقة؟ يبقى أنت عاوز تجيب الـ بيساوي إم نحاس في السي بتاعت النحاس في الدلتا تي بتاعت النحاس، طيب الإم بتاع النحاس كانت كام؟ كانت خمسين في تلاتة خمسة تلتمية خمسة وتمانين من ألف في عشر درجات، الناتج بيساوي نقول له خمسين في علامة تلاتة تمانية خمسة في عشرة، الناتج بيساوي مية اتنين وتسعين وخمسة من عشرة مية اتنين وتسعين وخمسة من عشرة ديت هتبقى بوحدة مين الجول طيب نيجي بقى نعمل ايه هو عاوز مقدار الارتفاع يبقى عاوز دلتا تي بتاع المية هيساوي الكيو بي على الام في السي الكيو بي بتاع اللي اكتسبها المية هي نفسها اللي اكتسبها النحاس مية اتنين وتسعين ونص على الام الحرارة النوعية للمية معروفة اربعة وتمنتاشر من مية. الام بقى اللي هي الكتلة قال لي عشرة جرام. يبقى الـ C اربعة وتمنتاشر.